أما هلأ وصلنا لمحطتنا الثانية عفاف، ورح نحكي فيها عن طبعاً موضوع اجتماعي ونفسي بنعرف كتير أنه بيصير بقلب العائلات وخصوصاً بين الأخوة بعض المشاكل والعراكات، ولكن كيف بنقدر كأهل أنه نجعل هذا الشيء هو مجرد شيء عابر وشيء طبيعي ما يأثر على أنه يكونوا الأخوة سند لبعض وعزوة، مثل ما بنقول الأخ عزوة دائماً والعائلة عز. كتير من التفاصيل ممكن تأثر ببناء شخصية الأخوة إذا ما تم الانتباه عليها من الأهل. لنحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع بصيرنا يكون معنا خبيرة طبعاً بالاختصاص في علم الاجتماع، الأستاذة هناء الأزهري. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وكل عام وأنتم بخير، وإخبارية السورية وجميع مشاهدينا بألف خير. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. أنت بألف خير. خلينا بداية، يعني نحن بنشوف كتير مشاحنات بين الأخوة، خلينا نقول، وخلافات ممكن تصير وكل شيء طبيعي، يعني إجباري بده يصير هاي الخلافات. بس إمتى نحن بنعرف إنه هاي الخلافات زادت عن حدها وصارت هي سوء التربية، تربية خاطئة نوعا ما؟ إمتى نحن بنعرف هذا الشيء؟ تمام. هلأ نحن بموضوع الخلافات بين الأخوة مثل ما تفضلتي حضرتك إنه هو شيء طبيعي، يعني بالبيت بيصير مشاحنات بين الأطفال بين الأخوة، بيصير بعض هيك الخناقات، يعني هاي شيء طبيعي. الولد بده يفرغ طاقة، بده يتعلم باللعب بالأذى مرات بإخواته بألعابه بكذا. بس نحن إمتى بنعرف إنه هاي الخلافات أو هاي المشاحنات صارت فوق الحد الطبيعي وصارت هي عبارة عن كره ممكن يتطور بالمستقبل ويصير على كبر إنه في عداء بين الأخوة؟ لما نلاحظ إنه الطفل برات البيت صار يوقف مع الغريب ضد أخوه. يعني هو الشيء الطبيعي ضمن الطبيعي المفروض إنه الأولاد بيتقاتلوا بالبيت، بصير بينات المشاحنات، بس لما يطلعوا برات البيت على المدرسة على شيء مكان يكون هو الأخ بصف أخوه دائما. يعني شوف حدا مثلا بالمدرسة قرب عليه ضربه كذا، فورا بيركض بدافع عن أخوه. وقت الطفل بصير بيوقف مع الغريب ضد أخوه، معناته هون صفى الموضوع يعني خارج عن الطبيعة وصار فيه بده علاج وصار فيه بده إجراءات معينة من الأهل. يعني أنا وأخي ابن عمي وأنا ابن عمي الغريب. طب أستاذة هنا خلينا نسأل، اليوم كتير من الأهالي بيعملوا بعض التصرفات الخاطئة اللي هي بتقود بالنهاية مثل ما بنقول التربية الخاطئة بتقود لثمار خاطئة. شو هي التصرفات اللي ممكن يعملوها عن غير قصد وعن طيب نية ولكن هي بتأثر على بنية العلاقة بين الأخوة؟ تمام. نحن أصل التربية وأصل العلاقة وأصل يعني أي تصرف من الطفل هو من الأهل. تمام. يعني هن عم يبرمجوا هذا الطفل، شو التصرفات اللي هن بيتصرفوها الطفل بده يطبقها. اذا كان في عداء بينه وبين اخواته فهو السبب اكيد الاهل. تمام. بكون في تفرقه، بكون في يعني عم يفضلوا اخ عن اخ، خصوصي اذا كان بنت وولد مثلا او ولد وولد، بتلاقي في تفرقه دائما. يعني مثلا في كتير مجتمعات لحد الآن للأسف إنه بفضلوا البنت عن عفوا الولد عن البنت. يعني بتلاقي مثلا أبوه بدلله بياخده معه مشوار، بخليه هو المسيطر على خواته مثلا إذا كان مثلا ولد وبنت، بخليه هو المسيطر على أخته. لا، هذا أكبر غلط، بربي بقلب البنت ضعف الشخصية، تطلع على بيت زوجها بالمستقبل شخصيتها ممحية تماما. لذلك الأهل هن أساس التربية. دائما الأفعال الخاطئة وأساس كل شيء هو القدوة. أنا دائما بركز على موضوع القدوة بالتربية، أساس كل شيء هو القدوة. إذا أنا قاعدة مع أمي مثلا عم بشوف أمي قاعدة عم تحكي على أختها أو عم تحكي على أخوها قدامي، صار شيء عادي إنه أنا أحكي على أخوي وأحكي على أختي، بس يكبروا مثلا بس أكبر أنا وأتزوج قدام أولادي. فهالشي يعني ضعضع أول شيء محبة الطفل، الروابط العلاقات الأسرية بين خاله مثلا بين عمه، وتاني شيء سمح له بالمستقبل أنه شيء طبيعي أنه أنا أحكي على أخي أحكي على أختي قدام أولادي قدام الغريب. لذلك دائما نحن بنخلي يعني للمقامات للأقارب، مثلا أنا أختي ما بحكي مثلا ضايقت منها بموضوع، ما بحكي قدام أولادي، ما بخلي الأولاد يتدخلوا بخلافات الأهل. تمام. هاي
القدوة، لأنه أنا يعني قللت من قيمة الأخوة وقللت من قيمة الروابط الأخوية اللي هي كتير مقدسة وكتير يعني هي أساس النجاح بالمجتمع وبالحياة. إذا الأخوات مثل ما بقولوها ما فيهن خير لبعض، ما رح يكون فيهن خير لباقي المجتمع. طيب اليوم كأهل كيف بيقدروا بخطوات صحيحة ومانا كتير أنه تكون مرهقة وصعبة كمان بنفس الوقت، يعني ما فيها إجهاق ولا صعوبة ولا تعقيدات أبداً، كيف يعني يقووا علاقة أبنائهم ببعضها بحيث أنه كل حدا ما يكون حتى بنفس الوقت مجبور أنه يكون مع أخوه يعني حبياً؟ تمام. هلأ دائما نحن ما بنحسس أنه في ناس كتير بتقول مثلا أخوك الكبير أخوك الكبير أخوك الكبير بحيث أنه صار في كره لهذا الأخ الكبير، أو أخوك الصغير أخوك الصغير كمان بصير في كره. لا، أنت إذا بدك أخوك يحن على أخوه اللي أصغر منه أو يحترم اللي أكبر منه، دائما بدك تحسسه بالمسؤولية تجاه أخوه، حسسه بمسؤوليته انه اخوك مسؤوليتك، انت بدك تدير بالك عليه، انت بدك تهتم فيه ببعض الامور مثلا، انه كله بعض المهام. والصغير كمان انه هذا اخوك الكبير اللي دائما بحن عليك، اللي دائما مثلا نجيب هديه مثلا للاخ الصغير للولد الصغير نعطيها لاخوه الكبير هو يقدم له اياها، خلي فيه هدايا بيناتهم، تخلي فيه مشاركه بالالعاب. ممكن نحن مثلا نقعد نحن نشارك، مثلا الام تقعد بجلسات تشارك اولادها وهي تكون المشرفة عليهم، لأنه إذا تركتهم رح يلعبوا لحالهم أكيد رح يرجعوا يتقاتلوا. تكون هي المشرفة على هاي اللعبة وتعلمهم كيف المحبة والمودة، وأهم شيء ما يكون في مسبات وألفاظ نابية بين هؤلاء الأطفال. يعني مو اللي بتعلموا بالشارع بيجي بيطبقوا على أخواته بالبيت. تمام، لازم نحن نراعي هاي الأمور دائما. أكيد أستاذة هنا دائما بيسأل وقت بنحكي بهيك مواضيع أنه شو هو الوقت المناسب لحتى نحن نزرع هاي القيم، وشو هو الوقت اللي بنقول فات الأوان أو لا ما في شيء اسمه فات الأوان، فينا دائما نصلح؟ هلا فينا دائما نصلح لحد ما نحن قدرانين نسيطر على هدلون الأولاد مثلا، يعني هن تحت جناحنا لساتن، يعني قبل مرحلة المراهقة متى ما صار بعد المراهقة ما عاد فيه، ما عاد يعني صعب كتير فيكي، بس كتير صعب يعني إنه خلص انزرعت الكراهية، انزرعت الأحقاد بيناتن. يعني للأسف هلا بنشوف كتير يعني مجتمعات تلاقي الأخ ما عم يحكي مع أخوه صار له سنين، يعني هذا يعني كتير شيء مؤسف وكتير شيء يعني يدمي القلب، إنه إذا الأخوات ما كانوا إيد واحدة وكانوا عون لبعض فبصير في تفكك أسري، تفكك الأسري بيؤدي لتفكك المجتمع. فلذلك لازم نحن دائما نحاول، خصوصي الأب والأم بموضوع الميراث، يعني بس يكبروا الأولاد ويتزوجوا، بموضوع الميراث كمان يكون في عدالة، ما يكون في تمييز بين ولد وولد أو ولد وبنت، لأنه هو مثلا الشاب أنا بعطيه كل الميراث إله وبترك أخته بحرمها لأنه مشان ما يروح للغريب. إذا الدين والشرع حلل أنه البنت بتورث والشاب بيورث، خلينا على الشرع والدين وخلينا على قيمنا نحن، ما لأنه في كتير لسه لهلأ في عائلات ما بتورث البنت، يعني هاي البنت اللي شافت أخوها أخذ حقها بحياتها ما عاد تسامحه. صحيح. تمام، حتى لو هو ما له علاقة، يعني إنه هن أبوه وأمه هو اللي هن اللي مثلاً عملوا هذا الشيء، بس خلص صار الحقد على أخوها هذا بالذات إذا هو ما أعطاها حقها. ودائماً يكون في تواصل بين الأخوة، يعني بعد ما يتزوجوا ويكبروا يكون في تواصل، حتى لو تليفون من الأخ لأخته تلاقيها بتفرح فيه، يعني غير محبة ابنها وغير محبة زوجها، محبة الأخ أو الأخت لأخوها أو الأخ لأخته هاي شيء خاص. يعني سبحان الله قلب الإنسان فيه أماكن، كل شخص أو كل إنسان فيه له مكانة بهذا القلب ما بيعبيها غيره، فمكانة الأخ ما بيعبيها غير الأخ، ومكانة الأخت ما بتعبيها غير الأخت. لذلك دائما يكون في تراحم بين الأخوات، وديننا الحنيف دائما حض على صلة الأرحام والرحم معلقة بعرش الرحمن حتى يحسسنا بأهمية التراحم بين الأخوات وبين الأهل. يمكن المشكلة اللي حكيتي عنها حضرتك موضوع الإرث وتقاسم الورثة وهي الأمور هي أكثر المشاكل اللي بتعمل عداوات وبتضل سنين طويلة. تماما. طيب هون يعني صار في أحقاد داخل النفوس، عرفتي، والأولاد ما إلهم ذنب مثلا إذا راحت الحصة الأكبر للشاب أكثر من البنت،
تمام؟ يعني هو كمان ما له ذنب، إذا هو هيك صار ممكن هي تحقد عليه أو يصير في بيناتهم خلافات كتير كبيرة وكمان تدوم لسنين طويلة ويجي تتوارث الأولاد. تماماً تماماً. شو هون يعني الواحد لازم يتصرف لحتى يحل هاي المشكلة، يخفف من الأحقاد، يكون إنه مسالم خلص أوكي هاي قسمتي ونصيبي خلص صار هيك، يعني ما في حدا هلأ بيفكر إنه خلص أوكي خلص هاي قسمتي ونصيبي من الدنيا وما في داعي. وأخي يعني أخي أنا إذا بوقع حتى لو أخذت كل الورثة لإله، أنا إذا بوقع مالي غيره، هو رح يشيلني يعني إذا بياخذ كل الدنيا، بالعكس أنا بنبسط كل الدنيا معه، فأنا هو أخي هو رح يشيلني. هو حسب التربية من الأساس، يعني نحن إذا مربين أولادنا من الأساس على التراحم بيناتهم حتى لو صار خلافات على كبر ممكن تنحل. وبهاي الحالة أهم شيء يكون في طرف ثالث بالموضوع. تمام، يعني في حدا يحنن مثل ما بقولوها. بس هلا بتلاقي زوجة للبنت بقول لها لا وأكل عليك، ومرته لا لا هذا حقك وحق أولادنا وكذا، يعني ما في حدا عم بيحنن. لازم يكون في طرف ثالث، نستعين بطرف ثالث هو يدخل مثلا بين هؤلاء الأخوات، ما يتركن فترة طويلة بدون صلح. ممكن يكون في يعني بعد مثلا فترة بردت المشاعر، بردت الأحقاد، صار بدهم بس حدا يقربن من بعض. يعني ممكن هن مستعدين للصلح بس بدهم حدا يدخل واسطة بيناتهم، يعني هذا ما بده يحط واطية وهي ما بده تحط واطية، بدهم حدا يفوت طرف ثالث يصلح بيناتهم. لذلك كتير حلو في ناس بتلاقيها هيك يعني هي بطبيعتها بس تشوف اثنين متحاربين فورا بتلاقيها بتدخل صلح بيناتهم، ما بتحب تشوف اثنين متزاعلين. يا ريت يعني يكون كثير من هاي الناس موجوده بمجتمعنا لحتى نحن دائما. في ناس بالعكس كمان، في ناس بالعكس بتشوف اثنين متصالحين بتفرقن عن بعض وبترمي الأحقاد. طيب هذا الدور بقلب البيت مين بيلعبه؟ يعني اليوم ممكن يكون في أكثر من أخ وأخت بقلب البيت، هل يصح الأخوات هن يساعدوا بعض بحل الأمور أو لا لازم يكون الأهل هن الفيصل يعني مشان ما يصير فيه، ولا حتى هي صفة التحيز ممكن يكون موجودة ممكن تأثر على علاقة اللي دخل بالنص ليحل الأمور؟ هلا اللي بده يفوت طرف ثالث يا بده يكون اخ ثالث لهم مثلا او شخص قريب من العائله، يعني مو شرط يكون من قلب العائله نفسها، عم خال جار ممكن يفوت يصلح بين هؤلاء الاخوات. واذا كانوا لساتن ضمن المنزل المفروض الاب والام هن اللي يكونوا مسيطرين على هذا الموضوع، وهن دائما يحاولوا يقربوا الاخوه من بعض، يبينوا الصفات الايجابيه لاخواتهم. مثلاً كل ولد يبينوا له مثلاً أنت أخوك الكبير بيعمل معك كذا بيساوي كذا، دائماً يبين له الصفات الإيجابية لأخوه ويحاول يقلل من الصفات السلبية، أنه هذا أخوك معلش غلط كلياتنا بنغلط كلياتنا كذا، أنت تتعلم منه مثل ما هو بتضايق من هذا التصرف، أنت كمان بتتصرف معه هذا التصرف بضايقه. يعني نحاول يعني نقرب ونحبب الأخوة ببعض مو بالعكس. في أهل بتلاقيها لا شعورياً، هن أكيد الأهل بحبوا كل الأولاد بس في ولد مأذي بضل بيأذي بضل بيحرك، هذا أنت بضل قاعد بالزاوية لحدا يحكي معه لحدا يقرب عليه لحدا يعطيه مصروفه، يعني بهاي الطريقة بيحس يعني حاله أنه هو مرفوض. تمام، يعني بيقلل من قيمة أخواته قدامه، بيصيروا أخواته هن كمان يتعدوا عليه لأنه أهلن هن القدوة. ممكن مثلاً نحن نحرمه من شيء، نيجي لعند أخوه مثلاً من وراء أنه روح شوف أخوك شو بده شو معتاز هيك، يعني صحيح أنه أخذنا موقف وعاقبناه بس يعني ورجينا للأخوات أنه أنتوا لا تستغنوا عن أخوك، صحيح نحن عم نعاقبه لأنه هو أذنب بس أنتوا دائماً خليكوا بصف أخوك ودائماً شوفوا شو بده شو محتاج شو، حاولوا تنصحوا مثلاً إذا كان أخ أكبر منه حاول تنصحوا لأخوك. مرات الولد بيسمع من أخوه أكبر من أكثر من الأم والأب إذا كان قريب منه، لأنه سبحان الله بتلاقيهن نفس الفئة العمرية يعني قراب من بعض، ما نخلي تكون أصدقائه برات البيت أكثر من صداقاته جوات البيت، نخلي أخواته هن أصدقائه أبوه وأمه هن أصدقائه لحتى تطلع الأسرة ناجحة ومتماسكين بالمستقبل وإيد واحدة. أوقات كمان بيصير الأمر بالعكس،
الأهل ممكن يمدحوا طفل أو ابن من أبنائهم بشكل مبالغ فيه، إنه كون مثل أخوك أو كوني مثل أختك أو كذا، أو في عمل شال حط طلع، يعني حتى إذا بيغلط بيكون الغلط محبب عند الأهل لهي الدرجة. صحيح. شو الحل بهي الحالة؟ إنه مثلا خصوص الولد الصغير إذا بيغلط بيجي مثلا أخوه بيشتكي ماما كذا، عمل إيه معلش أخوك الصغير معلش أخوك الصغير معلش. لا هذا يعني شيء خاطئ، كل شيء بده يكون في له حساب ويكون له في له إجراءات معينة. نحاول دائما نقرب من بعض، ما يكون في مثل ما حكيت أنا أول اللقاء إنه دائما أخوك الكبير أخوك الكبير أخوك الكبير أو أخوك الصغير، صار في حساسيات بيناتنا. لا نحن نحاول ما نبالغ بالتفرقة بين الأطفال. أكيد يعني اليوم معلومات مهمة قدرنا نعرفها من حضرتك، بدنا نشكرك لوجودك معنا وكل شيء قلتي لنا اياه. شكرا لك. شكرا لك وعلى معلوماتك اللي قدمتي لنا اياها. الله يعطيك العافية.